بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك الأمان يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وأسألك الأمان يوم يعض الظالم على يدي يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، وأسألك الأمان يوم يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام، وأسألك الأمان يوم لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن ولده شيئا، إن وعد الله حق. وأسألك الأمان يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار، وأسألك الأمان يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، وأسألك الأمان يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وأسألك الأمان يوم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى نزاعة للشوى، أنت المولى وأنا العبد، وهل يرحم العبد إلا المولى، مولاي يا مولاي، أنت المالك وأنا وهل يرحم المملوك إلا المالك، مولاي يا مولاي، أنت العزيز وأنا الذليل، وهل يرحم الذليل إلا العزيز، مولاي يا
الخالق وأنا المخلوق، وهل يرحم المخلوق إلا الخالق؟ مولاي يا مولاي، أنت العظيم وأنا الحقير، وهل يرحم الحقير إلا العظيم؟ مولاي يا مولاي، أنت القوي وأنا الضعيف، وهل يرحم الضعيف إلا القوي؟ مولاي يا مولاي، أنت الغني وأنا الفقير، وهل يرحم الفقير إلا الغني؟ مولاي يا مولاي، أنت المعطي وأنا السائل، وهل يرحم السائل إلا المعطي؟ إلهي صل على محمد وآل محمد، وارحمني إذا انقطع من الدنيا أثري، وامتحى من المخلوقين ذكري، وصرت في المنسيين كمن قد نسي. إلهي كبر سني ورق جلدي ودق عظمي، ونال الدهر مني واقترب أجلي، ونفدت أيامي، وذهبت شهواتي، وبقيت تبعاتي. إلهي ارحمني إذا تغيرت صورتي، وامتحت محاسني، وبلي جسمي، وتقطعت أوصالي، وتفرقت أعضائي. إلهي أفحمتني ذنوبي وقطعت مقالتي، فلا حجة لي ولا عذر، فأنا المقر بجرم المعترف بإساءتي، الأسير بذنبي، المرتهن بعملي، المتهور في بحور خطيئتي، المتحير عن قصدي، المنقطع بي. فصل على محمد وآل محمد، وارحمني برحمتك، وتجاوز عني يا كريم بفضلك. إلهي ارحمنا تضمنتنا بطون لحودنا، وغميت باللبن سقوف بيوتنا، وأضجعنا مسجدنا.
والمساكين على الأيمان في قبورنا، وخلفنا فرادا في أضيق المضاجع، وصرعتنا المنايا في أعجب المصارع، وصرنا في ديار قوم كأنها مأهولة وهي منهم بلاقع. إلهي ارحمنا إذا جئنا كعراة حفاة مغبرة من ثرى الأجداث رؤوسنا، وشاحبة من تراب الملاحيد وجوهنا، وخاشعة من أفزاع القيامة أبصارنا، وذابلة من شدة العطش شفاهنا، وجائعة لطول المقام بطوننا، وبادية هنالك للعيون سوءاتنا، ومنقرة من ثقل الأوزار ظهورنا، ومشغولين بما قدانا عن أهالينا وأولادنا، فلا تضعف المصائب علينا بإعراض وجهك الكريم عنا، وسلب عائدة ما مثله الرجاء منا. إلهي كأني بنفسي وقد أضجعت في حفرتها، وانصرف عنها المشيعون من جيرتها، وبكى الغريب عليها لغربتها، وجاد بالدموع عليها المشفقون من عشيرتها، وناداها من شفير القبر ذو مودتها، ورحمها المعادي لها في الحياة عند صرعتها، ولم يخف على الناظرين إليها عند ذلك ضر فاقتها، ولا على من رآها قد توسدت الثرى عجز حيلتها، فقلت ملائكتي فريد نأى عنه الأقرب، ووحيد جفاه الأهل، نزل بي قريبا وأصبح في اللحد غريبا، وقد كان لي في دار الدنيا داعيا، ولنظري إليه في هذا اليوم راجيا، فتحسن عند ذلك ضيافتي، وتكون أرحم لي من أهلي وقرابتي. يا أني كل غريب آنس في القبر غربتي، ويا ثاني كل وحيد ارحم في القبر
حاجتي ويا عالم السر والنجوى ويا كاشف الضر والبلوى كيف نظرك لي بين سكان الثرى وكيف صنيعك إلي في دار الوحشة والبلاء فقد كنت بي لطيفا أيام حياة الدنيا يا أفضل المنعمين في آلائه وأنعم المفضلين في نعمائه إلهي إن كان صغر في جنب طاعتك عملي فقد كبر في جنب رجائك أملي إلهي كيف أنقلب بالخيبة من عندك محروما وكان ظني بك وبجودك أن تقلبني بالنجاة مرحوما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر.